يا كل واحد بشوف هذا الفيديو يا أخوي ادعي لي دعوة من قلبك قالك الله يستجاب، الله يخلصني من هي الغابة، غابة اليونان إن شاء الله سالم غانم أرجع على أولادي. بس لأنه تفكير اللي عم أفكره ما خوف من الموت، لا والله، بس عم أحسب إيش بدي يصير إذا متت أنا، إيش بدي يصير بأولادي من بعد فقط. لذلك ادعوا لي بس الله يخلصني من غابات اليونان. وهذا آخر فيديو ربما أنشره لأنه خلص الشحن عندي، بقي 17% شحن فقط وما لقيت طريقة أطلع منه من هي الغابة النتسي. يا شباب أنا فقدت مجموعتي بغابات اليونان وبقيت لحالي هون، صلي 3 أيام، هذا اليوم الثالث، يومين وهذا الثالث، من بارح الصبح ما عندي أكل. قبل ما يخلص الشحن عندي بلكي شخص هيك بيجي بدليني على الطريق، يعني بيطلعني بس من الغابات، أريد أطلع من الغابات، والله تعبت. شوفوا شوفوا شلون الطريق. بس هنا سنرقد، نعم هنا سأموت أنا، ونشق البوط كمان، أحضنر كويس نشق البوط، والدنيا شوك كلها شوك هون. هي الغادي، هذا الوادي ذبحني خالص، قتلني عطش، طلوع انزل